قوتنا العسكرية تتحدى اليوم قوتهم العسكرية. وها هم في حرب طويلة ممتدة، وهم امام استنزاف نستطيع نحن ان نتحمله باكثر واوفر مما يستطيعون، وها هم عمقهم معرض اذا تصوروا ان في استطاعتهم تخويفنا بتهديد العمق العربي. وربما اضيف لكي يسمعوا في اسرائيل، اننا لسنا دعاة ابادة كما يزعمون، اننا لسنا دعاة ابادة كما يزعمون. ان صواريخنا المصرية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الان على قواعدها. ان صواريخنا المصرية العربية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الان على قواعده مستعدة للانطلاق باشارة واحدة الى اعماق الاعماق في اسرائيل. كان في وسعنا منذ الدقيقة الأولى للمعركة أن نعطي الإشارة ونصدر الأمر، خصوصا وأن الخيلاء والكبرياء الفارغة أوهمتهم بأكثر مما يقدرون على تحمل تبعات. لكننا ندرك مسؤولية استعمال أنواع معينة من السلاح، ونرد أنفسنا بأنفسنا، نرد أنفسنا بأنفسنا عنها. وإن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوما وما زلت أقوله، العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. ثانيا، اننا لم نحارب لكي نعتدي على ارض غيرنا، وانما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين. الاول استعادة اراضينا المحتلة بعد سنة 67، الثاني ايجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. هذه هي اهدافنا من قبول مخاطر القتال، ولقد قبلناها ردا على استفزازات لا تحتمل ولا تطاق، ولم نكن البادئين بها، وانما كنا فيها ندافع عن انفسنا وعن ارضنا وعن حقنا في الحرية وفي الحياة. ان حربنا لم تكن من اجل العدوان، ولكن ضد العدوان. ولم نكن في حربنا خارجين على القيم ولا القوانين التي ارتضاها مجتمع الدول لنفسه وسجلها في ميثاق الامم المتحدة الذي كتبته الشعوب الحرة بدمائها بعد انتصارها على الفاشية والنازية. بل لعلنا ان نقول ان حربنا هي استمرار للحرب الانسانية ضد الفاشية والنازية، ذلك لان الصهيونية بدعاويها العنصرية وبمنطق التوسع بالبطش ليست الا تكرارا هزيلا للفاشية والنازية،
يثير الازدراء ولا يثير الخوف، ويبعث على الاحتقار اكثر مما يبعث على الكراهية. اننا في حربنا كنا نتصرف وفق نص وروح ميثاق الامم المتحدة، وليس مجافاة للروح ولا للنص. والى جانب الميثاق نفسه، فلقد كنا نتصرف تقديرا واحتراما لقرارات المنظمة الدولية، سواء على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو على مستوى مجلس الأمن. أيها الإخوة والأخوات، لقد شهد العالم كله لنا بالحق وأشاد بشجاعتنا دفاعا عن هذا الحق. أدرك العالم أننا لسنا البادئين بالعدوان، ولكننا المبادرين بواجب الدفاع عن النفس. لسنا ضد قيم وقوانين مجتمع الدول، ولكننا مع قيم وقوانين مجتمع الدول. لسنا مغامري حرب، وإنما نحن طلاب سلام. أدرك العالم ذلك كله، وكان يتعاطف من قبل ذلك مع قضيته، واليوم زاد على تعاطفه معنا احترامه لتصميمنا على الدفاع عن هذه القضية. ولقد كنا نطمئن بعطف العالم، ونحن الآن نعتز باحترامه. وأقول لكم بصدق وأمانة أنني أفضل احترام العالم ولو بغير عطف على عطف العالم إذا كان بغير احترام. وأحمد الله. أيها الإخوة والأخوات، إن دولة واحدة اختلفت مع العالم كله، ولم تختلف معنا فقط، إنما مع العالم كله كما قلت، هذه الدولة هي الولايات المتحدة. لقد فوجئت كما تدعي بأننا حاولنا رد العدوان، ولسنا نفهم كيف ولماذا فوجئت. هذه الدولة لم تكتفي كما تقول بأنها فوجئت، وإنما أفاقت من المفاجأة دون أن تعود إلى الصواب. ومن المؤسف والمحزن أن يكون هذا موقف واحدة من القوى الأعظم في هذا العصر. لقد كنا نتوقع أو ربما نتمنى ضد الشواهد والتجارب كلها أن تفيق الولايات المتحدة الأمريكية من المفاجأة إلى الصواب، لكن ذلك لم يحدث، ورأينا الولايات المتحدة تخرج من المفاجأة إلى المناورة. إن عرضها الأول هو وقف القتال والعودة إلى خطوط ما قبل 6 أكتوبر. وكان يمكن ان نغضب من هذا المنطق المعكوس، ولكننا لم نغضب، لاننا نثق في انفسنا من ناحية، ومن ناحية اخرى لاننا بالفعل نريد ان نساهم في سلام العالم. ان العالم يدخل في عصر من الوفاق بين القوتين الان، ونحن لا نعارض سياسة الوفاق. كان لنا تحفظ واحد عليه، وما زال تحفظنا قائم. إذا كنا نريد أن يدخل العالم بعد استحالة الحرب العالمية
الى عصر من السلام، فان السلام ليس معنى مجردا او مطلقا. السلام له معنى واحد، هو ان تشعر كل شعوب الارض انه سلام لها وليس سلاما مفروضا عليه. واني لا اقول امام حضرتك وعلى مسمع من العام، نحن نريد ان تنجح وان تتدعم سياسة الوفاق، ونحن على استعداد للمساهمة في انجاحها وتدعيم، لكننا نرى وبحق ان ذلك لا يمكن ان يحدث بينما العدوان قائم ضد امة عربية باسرها تقع في قلب العالم استراتيجيا وتملك اهم ثرواته اقتصاديا. ان اي نسيان لهذه الحقيقة البديهية ليس تجاهلا فحسب، وانما هو اهانة لا نرتضيها لانفسنا ولا للعالم الذي يعرف اهمية وقيمة هذه المنطقة التي نعيش فيها. وعليه ان يعرف الان ان هذه المنطقة قادرة على ان تمنح وان تمنع. ايها الاخوة والاخوات، ان الولايات المتحدة بعد المناورة التي رفضنا مجرد مناقشتها، خصوصا بعد ان فتحنا طريق الحق بقوة السلاح، اندفعت الى سياسة لا نستطيع ان نسكت عليها، لا نستطيع ان نسكت عليها او ان تسكت عليها امتنا العربية. ذلك انها اقامت جسرا سريعا تنقل به المعونات والمساعدات العسكرية لاسرائيل. لم يكفي الولايات المتحدة ان سلاحها هو الذي مكن اسرائيل من تعطيل كل محاولات الحل السلمي لازمة الشرق الاوسط، فاذا هي الان تتورط فيما هو افدح وفيما هو اخطر في عواقبه. بينما نحن نقاتل العدوان وبينما نحن نحاول ازاحة كابوسه عن اراضينا المحتلة، اذا هي تسارع الى العدوان تعوضه عما خسر وتزوده بما لم يكن لديه. ان الولايات المتحدة تقيم جسرا بحريا وجويا تتدفق منه على اسرائيل دبابات جديدة وطائرات جديدة ومدافع جديدة وصواريخ جديد والكترونات جديد، ونحن نقول لهم ان هذا لن يخيفنا، ولكن عليكم وعلينا قبل ان تصل الامور الى نقطة لا عودة ان نسأل الى اين والى متى، الى اين ونحن خريطة الشرق الاوسط وليست اسرائيل، الى اين ومصالحكم كلها عندنا وليست في اسرائيل، الى اين والى متى. ايها الاخوة والاخوات، لقد فكرت ان ابعث الى الرئيس ريتشارد نيكسون بخطاب احدد فيه موقفنا بوضوح، ولكنني ترددت خشية اساءة التفسير، ولذلك فانني قررت ان استعيض عن ذلك بتوجيه رسالة مفتوحة اليه من هنا. رسالة لا يمليها الخوف ولكن تمليها الثقة، رسالة لا تصدر عن ضعف ولكن تصدر عن رغبة حقيقية في صون السلام ودعم الوفاق. اريد ان اقول له بوضوح ان مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لاعادة شرحه. واذا كنتم تريدون معرفة مطلبنا في السلام فاليكم مشروعنا للسلام. اولا، اننا قتلنا
وسوف نقاتل لتحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67، ولإيجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. ونحن في هذا نقبل التزامنا بقرارات الأمم المتحدة الجميع.